شكرا. فقط ان هذه الافكار التي تم وضعها في هذا التقرير الهام، اعتقد انها ستكون خريطة طريق هامة للسنوات القادمة بالنسبة لكل الدول، والتي ستحاول طبعا ملائمتها مع الوضعية الداخلية لها. ونحن في تونس كالعادة يعني نحاول أن نشارك بصفة فعالة في كل الأنشطة التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات. وطبعا تذكرون وكان لتونس دور هام في القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي التأمت سنة 2005 بتونس. وفي هذا الإطار نحن نتطلع كذلك إلى المؤتمر القادم للمندوبين المفوضين الذي سينعقد في رومانيا السنة المقبلة. وفي هذا الإطار نحن طبعا نحاول أن نكون دائما فاعلين ونتقدم بتجديد عضوية بلادنا في مجلس الاتحاد. وبالطبع نحن يعني نطلب دعم ترشح السيد بلال الجاموسي كمدير مكتب التقييس للاتحاد، والذي يلعب دورا هام في هذا القطاع، خاصة فيما يخص يعني فرق العمل التي ينظمها ميدان التقييس. وفي النهاية أود أن أشكر كل من شارك في من ويشارك في هذا الاجتماع الهام، ونتطلع لمقابلتكم في القريب إن شاء الله في مؤتمر التقييس في شهر مارس المقبل. مع الشكر.